الكل اليوم مهووس بالحمية وبخسارة الوزن، والكل بده يخسر وزن بأقل وقت ممكن وبأقل مجهود ممكن. في بيتنا طبيب قرر انه هالمرة تكون مهمة شرطية الصحة مهمة سرية، والتقرير هالمرة على طريقة الكاميرا الخفية. في احدى المراكز التجارية قمنا بوضع ستاند خاص بأخصائي تغذية مزيف عنده الوصفة السحرية للجسم الرشيق. خلينا نشوف لأي درجة ممكن الناس تتفاعل مع وصفات الرجيم العجيبة اللي راح يتم اختراقها. أستاذ فضل، أسرع رجيم وأضمن رجيم 10 كيلو بأسبوع. معقول؟ ما مني، عنا رجيم سحري، خليني أشرح لك عنه. تفضل. عليكم السلام، كيفك؟ الله يسلمك. تمام يا شفاف. قد ايه وزنك انت هلا؟ 88. قد ايه عمرك؟ 36. 88 يمكن بدك تنضل لك تقريبا 20 25. في عندي انا اذا بدك طريقه سهله سريعه اللي هي بالاسبوع تاكل خضره وفواكه، تلتزم يعني في يوم الصبح مثلا تاكل تفاحه او تفاحتين، عندك على الغداء فيك تعمل سلطه مش مشكله كميه، بس انه المهم تاكل خضار وفواكه، سعرات حراريه اقل، وفيهم فيتامينات كثير، بس ما بتكون عم تاذي حالك لانه انت عم تاكل فيتامينات من خلال الفواكه. رجع بعد اسبوع وقل لي قد ايه بتكون. خير ان شاء الله. شكرا لك. مرحبا شباب، حابين تخسروا وزن خلال اسبوع؟ 10 كيلو. قد ايه تقريبا على بالك تخسر وزن؟ 8 كيلو. في عندنا حبوب بيقطعوا الشهيه، اذا مجرد بس تكتفي انك تاخذ هول الحبوب على مده اسبوع بس لوحدهم، اوكي؟ انت قادر تضعف 10 كيلو، بس فيك تعوض انت من خلال فيتامينات، حبوب فيتامينات فيك تاخذهم، او مثلا فيك تاخذ شوربه. مش معقول الناس عن جد. ثانك يو لك. باي باي. تفضل يا إلك، نحن عندنا رجيم سحري، خلال أسبوع قادر تخسر 10 كيلو، بس هو الرجيم كناية عن إنه أول نهار فيك تاكل فيه تفاحتك، أوكي؟ تاني نهار فيك تاكل معكرونة بس، تالت نهار فيك تاكل خبز بس، أوكي؟ على أسبوع وأنت قادر تضعف 10 كيلو، بس، أوكي؟ شكراً لك، شكراً، تفضل. أستاذ معقول صدقت اللي صار؟ والله مش كثير مقتنع فيه، بس ممكن. اكيد مش مقتنع. هل في رجيم صحي انت بتتخيل بينزلك 10 كيلو باسبوع واحد؟ انت المفروض اللي بدك تعمله انك توازن بغذائك وانك تمارس الرياضه بكل بساطه من غير ما تعتمد على اي شيء خارجي وبلز وحبوب وهالقصص هاي. صدقتوا؟ خزعبلات وحكي مش صحيح. انتوا اللي قاعدين بالبيت، كم واحد منكم جرب رجيم عجيب غريب من هالنوع؟ يعني